إعلام أعوره، هذا ما يصف العديد من مؤيدي القضية الفلسطينية الإعلام الغربي. ولماذا استخدام كلمة أعور بالتحديد وليس أعمى على سبيل المثال؟ لأن الأعور تعني الشخص الفاقد لعين لكنه يرى بأخرى، وهذا ما يحدث في الإعلام الغربي الذي يدعي وقفاته مع حقوق الإنسان وحمايته للحريات مستهجناً الظلم في كل الخلافات الدولية. ولكن كلما اتخذت الأحداث في فلسطين مكاناً في عناوين الأخبار، يبدو أن المؤسسات الإعلامية الغربية الكبرى تتخلى عن مبادئ المهنية والموضوعية وتنغمس بدلاً من ذلك في السرد الإعلامي الإسرائيلي. وبشكل سريع تتغير المصطلحات ليصبح الاحتلال دولة والمقاومة إرهاباً، والهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين من جانب آخر يسمونها بالاشتباكات، صارفين النظر عن كونها انتهاكات بحقوق الإنسان. والضربات الجوية الإسرائيلية على الفلسطينيين أيضاً تصنف برد مبرر وتمرين لحق الدفاع عن النفس. هذا التحول الواضح من الموضوعية التي تتبعها المؤسسات الإعلامية بعناية في معاملتها للأحداث إلى دعم السرد الإسرائيلي المنظم فيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ليس جديداً، ولكنه برز بوضوح خلال معركة طوفان الأقصى الأخيرة. وتمثل هذا على أكثر من محطة شهيرة، الذين قاموا باستضافة السيد حسام زملط رئيس البعثة الفلسطينية في لندن، وفي كل مرة وكل مقابلة يبدأ المذيع بذات السؤال، ألا وهو هل تدين ما تفعله حماس بإسرائيل؟ First and foremost, do you condemn what Hamas did inside Israel to Israeli civilians? Will you condemn the onslaught by Hamas? Do you support what Hamas launched on Saturday morning? وعبر السيد حسام عن استيائه أكثر من مرة في مقابلاته من صيغة السؤال وتكراره بشكل مستفز، واصفاً أن فحوى السؤال بحد ذاته هو مغير ومحرف للحقيقة. وفي طياته تتحول القضية الفلسطينية من قضية شعب يحاول استعادة حريته إلى قضية إرهاب وقتل. The world must understand that this isn't about some clashes here and there. This isn't about Hamas. This is about a people, more than 13 million Palestinians inside and in the refugee camps outside, that have been subjected to oppression systematic for the last 100 years. And it started here in the UK when the UK gave on a silver plate Palestine to the Jewish immigration. And it continues, and it continues until now. It continues, Nick, it continues this denial. This denial that our people are fighting for their lives, literally. يبدو أن تجاوز الإعلام الغربي لمبادئ الموضوعية والمهنية في التعامل مع القضية الفلسطينية يثير تساؤلات حول تطبيقها المتفرد لقضية فلسطين، وأن التمييز والانحياز يظهران بشكل واضح عندما يتعلق الأمر بحقوق الفلسطينيين، حيث تصبح المبادئ الإعلامية العالمية قابلة للانتهاك. إن دعم الحريات والعدالة يجب أن يكون مستداماً وموضوعياً في جميع الأوقات بغض النظر عن الجغرافيا أو الانتماء الوطني، ونؤكد أن التعامل المزدوج يشكل تحدياً لنقل الحقيقة حول ما يحدث للعالم أجمع.